موفمون ديال الراب تطور تزدهر ولا لي مورسو توندونس وكاين لي كلاش، كيفاش تبعتوا هذا الموفمون ديال لي كلاش خاصه بين بيك ديزيدروس وبعض الفنانين الاخرين، علما انه كنتوا في واحد لافيش كافر بوشيت ديال ديزي وهذاك وعنا بها زعما لا نوفيل جينيراسيون زعما اللي جات كما قريت الصوره انا شخصيا زعما لا نوفيل جينيراسيون زعما دخلت الاستوديو ديال دي بي اف وانا عارف دارت ليه الانقلاب انا عارف علاش دروس دار شي فين بالضبط الله حين جات دروس بالضبط حنا وياه 2011 12 حتى 2016 يمكن واقيلا الجيم كان فيه حنا اللي حاكمين بالعربيه حنا كنا ما كانش ذاك الروينه كنا كنبغينا بالعكس حنا بدينا كنقلبوا على كيفاش نديروا ديك الروينه وحاولنا نضربوا مع دراري اخرين ما كانش دابا 2017 للفوق عاد بدات حسينا بالبنادم ولا اكثر فهمتي مي هو اللي بغى يعني هذيك علاش دار شايفين بالضبط هي ان حيت بزاف تيقولوا نوفيل جينيراسيون حنا ودروس ماشي نوفيل جينيراسيون فهمتي حنا 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 ديجا عندنا دابا كما قلت لك الا حسبنا غير من 2011 للفوق راه عندنا دابا 9 سنين ولا 8 سنين 2012 خرجنا ميكستيب ديالنا الاولى دروس كازافونيا الملايين الاولين في 2013 14 شكون صالح هاد لي كلاش صالح راه مغربي اون جينيرال ما بغيناش ندخلوا في لي ديتاي شكون ضرب شكون شكون احسن شكون احسن من شكون مي حنا ديما كنا كنقولوا زعما احسن كلاش كاين هو خرج لي برودوي واعر احسن من ديالي فهمتيني دير شي كليب واعر دير ديسك واعر خرج لي الكلتشر على برا فهمتيني سواء بكلاش ولا المهم انا نشوف برودوي واعر مي دابا تحركات هضروا عندنا الناس سي حنا حيتاش مثلا الا كانوا جوج مكلاشين مثلا اسمع لي قاطعتك الا كانوا مثلا جوج مكلاشين زعما واحد غادي يبغي يدير احسن من الاخر صافا مزيانه منافسه شريفه منافسه مزيانه فهمتيني انت دير شي حاجه حنا كتقول طوب انا نقدر ندير ما احسن ما كنا كان حنا حتى حنا دوزنا واحد ليبوك شي ماتش كنا كنتكلاشاو بزاف ولكن ما عمرنا ما ديك الساعه في ديك ليبوك فكرنا حتى حنا نكلاشي ولا شي لعبه كنا حنا ما دخلتوش هذاك السباق وديك الكونكورونس كنا كنديروها مع راسنا مع شنو درنا هذا العام خصنا نديرو ما احسن منه العام الجاي مي هذا الموف اللي طرات دابا جوبونس مزيانه وكانت مزيانه بلوس للبيك حيت كان ما كيدير والو ديك الساعه نفعاتو مي سينو الدراري الاخرين كانوا خدامين صراحه.